بعد يوم واحد فقط من وصول الوفد الأمريكي برئاسة بريك ماجورج بشكل مثير، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني أيضا وصل لبغداد. كيف فسرت هذه الزيارة الإيرانية؟ ما الذي تريده إيران؟ هل تعتقد بأنها زيارة نمطية أم أن التوقيت مثير هنا، خاصة بعد لقاء بريك ماجورج مع رئيس الوزراء العراقي؟ لا أستطيع أن أقول أنها كانت مقصودة بعد يوم واحد من زيارة بريت ماجورج، لأن بريت ماجورج وسفيرة الولايات المتحدة كرروا أو أكدوا على علاقتهم الاستراتيجية مع بغداد، وأكدوا على الاتفاقية الإطار الاستراتيجية. هذه الزيارة الإيرانية ربما هي للصالح الإيراني، فربما يريدوا أن يذكروا العراق أن هناك بلدا إلى شرقهم، وهذا البلد يمكن أن يسبب لهم الأذى ويمكن أن يتدخلوا في السياسة الداخلية للعراق. لذلك فأعتقد أنك محق أن هذه الزيارة كان المقصود منها أن تخوف وأن تتدخل في الحكومة العراقية وأن تذكرهم من الذي يمتلك علاقة استراتيجية.